وإنجاز تاريخي جديد بيضاف للكرة المصرية. يوم سعيد أمس على الكرة المصرية وعلى المنتخب الأولمبي المصري، واللي حقق إنجاز تاريخي بالصعود للمرة رقم 12 إلى أولمبيات بكين كأكبر فريق إفريقي يحقق هذه النسبة من الانتصارات أو من الصعود إلى الأولمبيات. أيضاً المنتخب الأولمبي أمس فاز ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخ المنتخب المصري. كل التهنئة بطبيعة الحال لرجال المنتخب المصري بقيادة الخلوق شوقي غريب، واللي حصل أيضاً على أفضل مدرب في البطولة، وكذلك مجموعة جوائز من بينهم الحصول على أفضل لاعب وهو لاعب نادي الأهلي كابتن المنتخب رمضان صبحي، وكذلك الحصول على لقب هداف البطولة وحصل عليه أو الأول الحصول على أفضل حارس مرمى في البطولة وهو اللاعب أحمد صبحي، وأيضا الحصول على هداف البطولة بأربع أهداف للاعب مصطفى محمد صاحب صورة التضامن الشهير مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمر. خلال الساعات اللي فاتت احتفال كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإنجاز. هذا الإنفوجراف من يلا كرة أو موقع يلا كرة بيشرح لنا كيف استطاع المنتخب الأولمبي معادلة رقم نيجيريا الإفريقي. نتابع. بعد التغريدات قاربت على 107 ألف تغريدة احتل هاشتاج المنتخب الأولمبي صدارة التدوين في مصر خلال الساعات اللي فاتت، وطبعا فرحة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإنجاز التاريخي وسط الإخفاقات المستمرة للكرة المصرية على إيد المنتخب الأول والمدرب الجديد بتاعه. لكن البداية كانت مع تداول هذا الفيديو للحظة دخول المنتخب المصري بالأقنعة كما يحدث في بعض المسلسلات الشهيرة. نتابع. ما زال المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بيتداولوا صور وفيديوهات المنتخب المصري وسط فرحة كبيرة بهذا الإنجاز التاريخي. الاتحاد المصري لكرة القدم نشر بعض الصور للحظة تتويج المنتخب المصري وقال الأبطال ومبروك للمصريين. أما النجم المصري محمد أبو تريكة فقال مبروك مليون مبروك لمنتخبنا الأولمبي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام عن جدارة واستحقاق. مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني، مجهود كبير وروح عظيمة، مبروك لمصر. النجم محمد صلاح علق أيضا بصورة للمنتخب المصري وقال ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت، يا رب يفضلوا في الاستاد دايما. احمد الباري بيقول المنتخب الاولمبي ابطال استحقوا هذا الفوز والتتويج. النجم المصري ميدو لاعب المنتخب السابق بيقول مبروك لمصر، هو ده منتخب مصر، مجموعه من المقاتلين وجمهورنا عظيم. اخيرا عبدو بيقول والله والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. هاشتاج المنتخب الأولمبي وصورة للمنتخب الأولمبي لحظة التتويج. إذن ما زالت الاحتفالات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الإنجاز التاريخي للمنتخب القومي أو المنتخب الوطني للشباب تحت 23 سنة في الوقت اللي فشل المنتخب الأول في الاستمرار في بطولة أفريقيا أو حتى تحقيق أي نتائج مرضية في كأس العالم روسيا الماضي. كل التحية للمنتخب القومي المنتخب الوطني للناشئين تحت 23 سنة، كل التحية لشوقي غريب، كل التحية لرمضان صبحي، كل التحية لكل الأبطال اللي رفعوا راسنا امبارح وفازوا بالبطولة الأفريقية.